هذه المشهدية عادت إلى مطار رفيق الحرير الدولي بعد إعادة فتحه. حركة الملاحة التي توقفت لأشهر بسبب كورونا نشطت مجددا مع عدد من الرحلات من وإلى لبنان، على أن تستقبل صالات المطار 2000 وافد فقط يوميا، أي أقل من 10% من القدرة الاستيعابية لهذا المرفق. الإجراءات منيحة ماشي الحال، حتى بدبي هون، بس بالطيارة في كتير عالم. فحوص الكورونا تتم لكل الوافدين مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية من هذا الفيروس، إجراءات تفقدها وزير الأشغال العامة والنقل ميشيل نجار ووزير الصحة حمد حسن في جولة خرقها إشكال بين عدد من الصحفيين وعناصر جهاز أمن المطار. بس نبرم كاميرتنا هيك وهيك بيلحقنا جهاز أمن المطار بلش فينا تدفيش مرة اثنين ثلاثة، آخر شي بيهجم بيضربني أنا والكاميرا. أما لجهاز أمن المطار فرواية أخرى. عم بياخدوا انترفيو من الناس، نحن قلنا لهم الناس اتركوها، جاي تعبانة بده يعبي استمارة، بده يعمل PCR، ما فيكم تفوتوا عليه بهالطريقة. أبدا ما صار اعتداء، عم بيطلبوا منكم بكل هدوء إذا الكاميرا بتريدوا. تكسرت. أنا شفتهم تكسرت، وقعت من إيده يصطفل. ليه عم اعتداء على الصحفيين وعلى المتظاهرين وعلى الناس؟ صرخات الاعتراض الغاضبة حالت دون إجراء المؤتمر الصحفي للوزيرين اللذين اكتفيا بتصريحات مقتضبة خارج المطار. لما بيجوا هالمغتربين بيجوا السياح، ما هن رح يضخوا دم جديد بالاقتصاد اللبناني. السائح بده يجي على كهرباء مقطوعة وعلى عتمة ببيروت، بنسكر حالنا وبنخنق حالنا وبنموت. نحن بدنا نضوي على الأشياء الإيجابية. أهلا إلى لبنان، عبارة تختصر مشهدية ما حصل، مع الإشارة إلى أن الأيام المقبلة قد تشهد هجرة بأرقام كبيرة، هربا ويأسا من الأزمات المتلاحقة. صورتان شهدهما لبنان خلال إعادة فتح مطاره: استعادة عافية المطار ولو جزئيا مع استقبال أبنائه، وقمع لوسائل إعلام بغض النظر عن اختلاف الروايات. ناهد يوسف، الحدث، بيروت.